السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مجدي فني تركيب الراحات وبوسترات 3D. النهاردة هفرجكم على كتالوج من ضمن مجموعة الكتالوجات اللي احنا دايما بنعملها في الفيديوهات بتاعتنا. كتالوج ورق حجر، عرض الرول 53 سنتي في طول 10، بيدي حضرتك في المقاس الفعلي على متوسط الارتفاع بتاع البيت عندنا مثلا 72 82، بيدي حضرتك 3 شرايح او 3 قطع على الحيطة. زي ما انتوا شايفين معانا كده الاحجار اشكال تحفة، في احجار اللي هي الكسر الرخام والاحجار المايكا، في الحاجات الجلدية شبه الجلد الطبيعي بالظبط، شبه الجلد الطبيعي بالظبط، في الاحجار العادية، الحجر العادي زي الحجر الاحمر العادي بجميع الوانه، في اللون النبيتي بتاعه، في البيج بتاعه، في البني بتاعه، في الرمادي، في ألوان جميلة جدا، في الأسود كمان ليه تحفة والكحلي شوية. الأشكال بجد تحفة، في أكتر من حاجة في الكتالوج ده، إن هو متنوع مش أحجاره بس، يعني في حاجات كمان الحاجات الخشبية، التيتشر بتاعها خشبي كأنك مجلد الحائط خشب أرو، بتدي شكل تحفة. الأشكال كلها 3D على فكرة، مجرد ما بتتحط على الحيطة بتنخدع فيها جدا، مجرد ما تتحط على الحيطة بتحس ان هي فعلا الموشن بتاعها طبيعي جدا، الشكل بيبقى تحفة. الالوان كمان احلى حاجة في الكتالوج، ان كل شكل فيه منه 4 او 5 درجات، فده بيديك حرية الاختيار، حتى لو درجة مش عاجباك بتدور على الدرجة الاقرب ليها او الاقرب مناسبة بالنسبة لك. حاجات البامبو كأنها متضفرة بامبو، خيوط شكلها تحفة برضو، الحاجات دي حلوة جدا برضو، بعد الفينيش بتاعها في التركيب بتبقى تحفة. الحجر كسر الرخام، المايكا اللي هي المكسرة برضو بتبقى دي شكلها جميل جدا في خلفية ال LCD. في عملة برضو بتحبها في الطرق، في عملة تانية مثلا بتستخدمها في جنب المطبخ الأمريكاني، دي العيدان بتاعة البامبو نفسها. حاجات اللي هي بتدي موشن مناظر طبيعية، بجد يعني الكتالوج كله حاجة تحفة. في الزلط كأنك رصاص جنب زلط، أحجار كبيرة شوية ينفع في الجوانب بتاعة الدفايات برضو، ممكن نستخدم كل أشكال الأحجار في الأماكن كتير في الشقة، يعني مش شرط، ممكن في عملة بتحبها مثلا في غرفة النوم، في عملة بتحبها في الطرق، في عملة بتحبها في جنب المطبخ الأمريكاني، في ظهر الليفينج، في ظهر LCD. الأخشاب كمان في ناس بتستخدمها ممكن في السفرة زي ما انتوا شايفين معانا في الصور كده. الدرجات كمان الأخشاب دي حلوة جدا، كأنها خشب زي خشب البلوط كده، معمول سامبوكسات، بلاطة عكس بلاطة، بتدي موشن حلو قوي 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 في التنفيذ بتاعها. وزي ما قلت لكم، حر ان انت تقدر تختار من اكتر من لون، دي حاجة كويسة جدا، الاختيار في اكتر من لون دي بتديك اختيارات افضل ليك ان انت تختار الشكل الانسب بالنسبة لك. طبعا ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل ما هو جديد في عالم ورق الحائط والبوسترات 3D، ونكمل مع بعض بقية الكتالوجات. ده حاجة رخامية كده، تكسير رخام، بتبقى برضو جميلة جدا في الشكل بتاعها، كأن الجنب متكسر ومتجمع مع بعضه. برضو زي ما قلنا درجات الألوان بتاعتها هي اللي بتحددها، الحاجات الخشبية برضو تاني. هو مشكل الكتالوج متنوع ما بين الأحجار والأخشاب، يعني الكتالوج كله أحجار وأخشاب 3D، فبصراحة الكتالوج يعني حاجة تحفة. يعني في برضو الشكل ده رخامي شوية، كأنه رخام ومحطوط ما بينه زي السدابات الميتال، دي حاجة طالعة موضة جديدة، عملاء كتير قوي بقت تطلب الشغل ده ودايما بتدور عليه. الحجر برضو ده تحفة، طبيعي، الموشن بتاعه طبيعي جدا. الدرجة البنية بتاعته رمادي، عدت رمادي الأفتح،
بس ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل حاجة جديدة. شكرا.